بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ عزيز الطوبان، المحاضرة الخامسة في مادة قانون الشركات التجارية. بدأنا الحديث في الحصة المنصرمة عن موضوع انقضاء الشركة، وسبقا أشرنا أن قانون التزامات العقود نظم انقضاء الشركات في الفصول من 1051 إلى 1063، وهذه الفصول تنظم انقضاء الشركات المدنية والتجارية، وتنضاف إلى حالة الانقضاء العامة المشار إليها في هذه الفصول حالات خاصة بالشركات التجارية. ومهما طالت مدة الشركة فإنها قد تنقضي في يوم من الأيام ولسبب من الأسباب المنصوص عليها قانونا. ولما كانت الشركة كشخص اعتباري تخرج إلى الوجود القانوني ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري، فإن انقضاءها يجب أن يحترم إجراءات قانونية محددة. وبالرجوع إلى الأحكام القانونية، سواء تعلق الأمر بقانون التزامات العقود أو بتشريع شركات تجارية، تبين لنا أن أسباب انحلال الشركات تنقسم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى تتعلق بالأسباب العامة لانقضاء الشركات. الفئة الثانية تتناول الأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص. والفئة الثالثة تخص الأسباب الخاصة بانقضاء شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة. وبدأنا الحديث عن الأسباب العامة لانقضاء الشركات، ومن خلال الفصول 1051 إلى 1063، والأمر يتعلق هنا بالأسباب العامة لانحلال الشركات المدنية والتجارية. ويمكن إذن تصنيف هذه الأسباب إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى انحلال الشركة بقوة القانون. الفئة الثانية انحلال الشركة باتفاق الشركاء. والفئة الثالثة انحلال الشركة بناء على حكم قضائي. وتطرقنا للفئة الأولى التي تندرج ضمن الأسباب العامة لانقضاء الشركة، من خلال إذن النقطة الأولى المتعلقة بانحلال الشركة بقوة القانون، وتندرج ضمن هذه الحالة أي انحلال الشركة بقوة القانون، أولا انقضاء المدة المحددة للشركة، وثانيا انقضاء الشركة بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه. وتوقفنا عند الحالة الثالثة المتعلقة بانقضاء الشركة، وتتعلق بهلاك المال المشترك هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا جسيما يحول دون الاستغلال المفيد. وبالرجوع إلى الفصل 1051 من قانون التزامات العقود، في الفقرة الثالثة نجده تنص على ما يلي: تنتهي الشركة ثالثا بهلاك المال المشترك هلاكا كليا أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد. ويتبين إلى من نص هذه الفقرة أن الشركة تنحل بقوة القانون إذا هلك المال الذي تستغله الشركة هلكا كليا. وهذا أمر منطقي، لأن الشركة لا يمكنها أن تستمر في مباشرة نشاطها إذا فقدت هذا المال الذي تستغله في تحقيق الغرض الاجتماعي الذي أنشئت من أجله، بحيث تصبح هذه الشركة بدون محل أي بدون غرض اجتماعي، فتنتهي إذن بقوة القانون. ومن الأمثلة العملية التي يمكن أن ندرجها في هذا الصدد بخصوص هلاك المال المشترك هلكا كليا، هناك مثلا شركة تم تأسيسها مثلا لاستغلال مركب للصيد أو فندق، فتبين فيما بعد أن مركب الصيد قد احترق أو أن الفندق قد تهدم، ومن هنا لا يمكن لهذه الشركة أن تستمر ما دام أن غرضها الاجتماعي المتمثل في استغلال هذا المركب أو هذا الفندق قد
احترق أو تهدم، لذلك فالشركة هنا تصبح بدون محل أو بدون غرض اجتماعي. وقد يكون هذا الهلاك معنويا، كما لو تعلق الأمر بشركة أنشئت لاستغلال أصل تجاري، وبعدما تبين أن هذا الأصل قد اندثر نتيجة إذن فقدانه لعنصر أساسي من عناصر الأساسية هو عنصر الزبائن، فهنا طبيعة الحال الشركة تنقضي أو يتم حلها لفقدان إذن هذا الأصل التجاري الذي أنشئت لاستغلاله. وتنحل أيضا الشركة بقوة القانون، كذلك إذا أقدم أحد الشركاء على تقديم حصته في رأس المال وتبين أن هذه الحصة تتمثل في منفعة شيء معين، فإذا هلك هذا الشيء إذا الذي قدمه الشريك كحصة في شركة قبل التسليم أو بعده، فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا. ونفس الحكم ينطبق في الحالة التي يقوم فيها الشريك بتقديم وعد لتقديم عمله كحصة في الشركة، ثم إذن يعجز هذا الشريك عن تقديم إذن عمله كحصة في الشركة. وبالرجوع إلى الفصل 1052 من قانون التزامات العقود، نجد ينص على معياري. إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال منفعة شيء معين، فإن هلك هذا الشيء الحاصل قبل التسليم أو بعده يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا. ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعيد فيها الشريك بتقديم عمله كحصة في رأس المال ثم يعجز عن أداء خدمته، وهذا انتهى نص الفصل 1052. وهذا أمر منطقي، لأن سبقا أشرنا أن الشريك الذي يقدم حصة صناعية للشركة فهو يلتزم إذن بتقديم إذن خبرته أو كفاءته أو مهارته في مجال معين إلى الشركة. في إذا عاجز عن تقديم عمله فإن الشركة بطبيعة الحال تنحل في هذه الحالة، لأنه محل الشركة إذا كان يخص نشاطا إذن تقني أو غيره من الأنشطة التي يتوقف طبيعة الحال القيام بها على خبرة معينة، وعجز هذا الشريك عن تقديم تلك الخبرة، فإن الشركة إذن تنحل بعجز إذن الشريك عن تقديم عمله أو خبرته أو تقنيته في المجال الذي تختص به الشركة في بهذا الخصوص. إذن أما الحالة أي حالة هلاك المال المشترك هلاكا جزئيا، فإن الشركة لا تنحل بقوة القانون إلا إذا بلغ هذا الهلاك أي الهلاك الجزئي حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد. وطبيعة الحال هذه الحالة إلى حالة خاصة، لا يمكن أن نقول أن الشركة تنحل بقوة القانون بمجرد هلاك المال المشترك هلاكا جزئيا، بل أن الأمر يعود في هذه الحالة إلى تقدير المحكمة، إلى السلطة التقديرية للمحكمة لتحديد مدى تأثير الهلاك الجزئي على نشاط الشركة. أما فيما يتعلق بحل الشركة باتفاق الشركاء طبعا الحال، فبالرجوع إلى الفقرة السادسة من الفصل 1051 من قانون التزامات العقود، نجد تنص على ما يلي. تنتهي الشركة سادسا باتفاق جميع الشركاء، وهذا النوع إذن من الحل هو طبعا الحال يندرج ضمن الأسباب العامة لانقضاء الشركات، وهو الحل الرضائي.
والحل الرضائي نقصد به إذن اتفاق الشركاء جميعا على حل الشركة. لكن تحقيق هذا النوع من الحل قد يتطلب بطبيعة الحال إجماع الشركاء، خاصة في بعض الشركات التي إما شركات مدنية أو شركات الأشخاص بعض الحالات. لكن الحل الشركة باتفاق الشركاء لا يتطلب إجماعهم، خاصة بالنسبة لشركة المساهمة وشركة توصيب الأسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث يمكن إذن حل الشركة أو تقرير حل الشركة بالأغلبية اللازمة لتعديل النظام الأساسي. ومن تطبيق أو من تطبيقات هذا السبب لانقضاء الشركات الذي يعتبر كما قلنا حلا أو انحلالا قبل الأوان، ما أشارت إليه مقتضيات الفصل 1053 في فقرته الأولى التي تنص على ما يلي: عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه أو حل الشركة. وتنحل الشركة بقوة القانون إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة. ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة. انتهى نص الفصل 1053. إذن كما يتبين لكم فالفصل 1053 يشكل إذن تطبيق من إحدى تطبيقات الحل الاتفاقي للشركاء. كيف ذلك؟ فطبيعة الحال المشرعون يشير إلى انخفاض رأس مال الشركة، أي نقصانه إلى الثلث، ويتعين هنا على المتصرفين أن يقوموا إذن باستدعاء الشركاء، لأن أمر البت في وضعية الشركة يرجع إذن إلى الشركاء مجتمعين، فهم الذين سوف يبتون فيما إذا كانت الشركة سوف تستمر أم يتم إذن حلها. وكما تلاحظون من خلال أحكام الفقرة الأولى من الفصل 1053، فالمشرع وضع ثلاث خيارات. الخيار الأول إذا ما قرره طبيعة الحال الشركاء هو إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه. الخيار الثاني هو تخفيض رأس المال إلى الحد الذي وصل إليه. الخيار الثالث والذي يهمنا هو حل الشركة. إذن فكما تلاحظون فالمشرع جعل حل الشركة آخر علاج يمكن أن يتم إذن إعماله بخصوص الشركة التي نقص رأس مالها إلى الثلث. هذا فيما يخص الحالة الأولى أو الفرضية الأولى التي جاءت في نطاق الفقرة الأولى من الفصل 1053. لكن بالرجوع إلى طبيعة الحال الفرضية الثانية التي تشير إليها أحكام الفقرة الثانية من الفصل 1053، فإن المشرع يلاحظ أن استعمال عبارة تنحل الشركة بقوة القانون، أي أن هذا مرتبط بمبلغ الخسائر أو حجم الخسائر الذي لحقت الشركة. والمشرع عندما قال تنحل الشركة بقوة القانون إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال الشركة، إذن فهنا حجم الخسائر إذن كبير، لهذا المشرع جعل إذن بطبيعة الحال حل الشركة إذا لم يتم إذن إعادة تكوين هذا رأس المال إلى ما كان عليه أو أيضا تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة. وهنا المشرع بطبيعة الحال مكن الشركاء أيضا كما هو الحال في بالنسبة للفرضية الأولى، مكنهم من إعادة تكوين
رأس مال الشركة إلى المبلغ الذي كان عليه عند إنشائها أو تخفيضه إلى المبلغ الذي وصل إليه نتيجة الخسائر التي منيت بها الشركة. إذن هذا كل ما يتعلق إذن بتطبيق من إحدى التطبيقات حل الشركة باتفاق الشركاء. سننتقل إلى الحل أما فيما يتعلق بالصورة الثالثة للأسباب العامة لانقضاء الشركة والمتمثلة في انحلال الشركة بناء على حكم قضائي، فمن بين الحالات التي تندرج ضمن هذه الصورة هناك الحكم بحل الشركة لوجود أسباب معتبرة. وبالرجوع إلى الفقرة الثامنة من الفصل 1051 من قانون التزامات العقود الذي جلدها تنص على ما يلي: تنتهي الشركة ثامنا بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون. فهذا المقتضى إذن يجيز لكل شريك طبعا الحال أن يلجأ إلى القضاء لتقديم طلب له بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المحددة لها. ومن التطبيقات المتميزة لهذه الحالة من حالات انقضاء الشركة ما نص عليه الفصل 996 من قانون التزامات العقود الذي جاء فيه: على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم فصوله فور إبرام العقد إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافة من زمن. وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته صغى لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده، وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين. فبالرجوع إذن إلى أحكام طبيعة الحال الفصل 996 التي طبيعة الحال تعتبر مجرد تطبيق أو إحدى تطبيقات الفصل 259 من قانون التزامات العقود التي تنص على ما يلي: إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ التزام ما دام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين. فطبعاً الحال من خلال هذه الأحكام يتبين أن فيما لو افترضنا أن الشركة هي مؤسسة بين طرفين أي شخصين، وامتنع أحد الشركاء عن تنفيذ التزامه بتقديم إذن حصته للشركة أو ما تبقى منها. فإذا افترضنا أن الشركة انعقدت بين شخصين امتنع أحد الشريكين عن تقديم حصته، إذن يجوز للشريك الآخر اللجوء إلى القضاء لطلب إذن حل الشركة ما دامت إن الشركة مؤسسة من طرف الشخصين ولا يمكنها إذن استمرار بشريك آخر. لكن الحالة التي أشار إليها المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 996 التي تنص على ما يلي: إذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته صاغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده، وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين. فهنا طبعا الحال الأمر يتعلق بشركة تأسست بأكثر من شريكين، ففي هذه الحالة يمكن لباقي الشركاء أن يلجأوا إلى القضاء وأن يطلبوا منه بطبيعة الحال
الحكم بإخراج هذا الشريك المماطل الذي امتنع عن الوفاء بالتزامه تجاه الشركة، أي أن الشركة هنا يمكن أن تستمر ما دامت أنها مؤسسة بأكثر من شريكين، فالشريك الذي أو الشريك المماطل يمكنه طبعا الحال إما أن يفي بالتزامه والبقاء في الشركة من خلال إذن المطالبة الشركاء للقضاء بإلزامه بتنفيذ تعهده، أو طبعا الحال إخراجه إذا امتنع عن تنفيذ تعهده. ويمكن أيضا للشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم لهم بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت للشركة من جراء امتناع الشريك عن تنفيذ تعهده، أي الوفاء بحصته إزاء الشركة. هذا من جهة. وبرجوع أيضا الفصل 1056 التي بطبيعة الحال هي الأخرى تقدم لنا مثالا من أمثلة حل الشركة نتيجة وجود خلافات خطيرة بين الشركاء، فبطبيعة الحال بالرجوع إلى أحكام الفصل 1056 نجدها تنص على مالي: يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم من التزامات الناشئة من العقد واستحالة قيامهم بهذه الالتزامات، ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل. إذن يتصرح إذن من خلال هذه الأحكام أن المشرع جعل حل الشركة متوقف على وجود أسباب تبرر هذا الحل، ولقد عبر عن ذلك في من خلال الفصل 1056 بوجود أسباب معتبرة، كما أن الأسباب الواردة في هذا الفصل هي جاءت على سبيل المثال، إذ يمكن أن توجد في الواقع العملي أسباب كثيرة يمكن أن تدفع الشركاء إلى اللجوء إلى القضاء لطلب حل الشركة. فأسباب حل الشركة بناء على حكم قضائي منها ما يعود إلى الشركاء أنفسهم، ومنها ما يكون ناتجا عن أسباب خارجية كمثلا الخسائر التي تمنى بها الشركة إذا كانت لها خسائر فادحة، واستحال على الشركة الاستمرار في الاستغلال من جراء تلك الخسائر، أو تعرض الشركة لأزمة اقتصادية تمر منها البلاد وتؤثر على سيرها العادي، بحيث يكون من شأن ذلك أن يمنعها من تحقيق غرضها. وبخصوص أسباب الحل التي تعود إلى الشركاء أنفسهم، يمكن المحكمة أن تستعيد عن الحل بأي أجر آخر يمكن أن يضمن استمرار الشركة، كما في الحالة المنصوص عليها في الفصل 1056، بحيث يخول الفصل 1060 من قانون التزامات العقود لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في هذا الحل. إذن فالفصل 1056 من قانون التزامات العقود يمنح إذن للشركاء الذين يريدون الإبقاء على الشركة أن تستمر فيما بينهم أن يلجأوا إلى القضاء وأن يطلبوا إذن الحكم بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل، وذلك حتى يتفادوا إذن حل الشركة. وهذا الحل بطبيعة الحال الذي أورده المشرع في الفصل 1060 من قانون التزامات العقود لا يمكن أن ينطبق إلا على الشركة التي تتأسس بين أكثر من شريكين، لأن الحالة المتعلقة بالشركة المنعقدة بين شريكين فإن انسحاب أحد الشركاء
أو عدم وفائه بالتزاماته ولجوء الشريك الآخر كما مر معنا إلى القضاء لإلزامه إما بالوفاء أو حل الشركة، فإذا رفض هذا الشريك الوفاء بالتزاماته فإن الحل الذي يكون أمام القضاء هو حل الشركة، ما دامت أن الشركة هي بين شخصين. فالفصل 1060 من قانون التزامات العقود يخص إذن الشركة التي تكون منعقدة بين أكثر من شريك، وهذا ما يمكن أن نلاحظه من خلال أحكام هذا الفصل الذي نص على أن لباقي الشركاء، أي أن الأمر يتعلق بشركة منعقدة بين أكثر من شريكين. ويعتبر إذن حق الشريك في إعمال نظام الحل لوجود أسباب معتبرة إذن من النظام العام بأنه لا يمكن أن يتضمن عقد الشركة أي شرط يهدف إلى تقييد إذن حق الشريك في اللجوء إلى القضاء لطلب حل الشركة، أو أن يجعله يتنازل عن هذا الحق أي حق اللجوء إلى القضاء لطلب حل الشركة. وكل شرط إذن يرد بالعقد يهدف إلى تقييده أو التنازل عنه مقدما يكون لاغيا وعديم الأثر طبقا لما نصت عليه إذن الفقرة الأخيرة من الفصل 1056 من قانون التزامات والعقود. هناك حالة أخرى من حالات حل الشركة بناء على حكم قضائي، وتتعلق بحالة اجتماع الحصص في يد شريك واحد. سبقا أشرنا عند دراسة الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة إلى ركن تعدد الشركاء باعتباره إذن شرطا أساسيا لقيام الشركة طبقا لما ينص عليه إذن الفصل 982 قانون التزامات العقود، باستثناء بطبيعة الحال شركة ذات المسؤولية محدودة بشريك واحد حسب ما جاء في المادة 44 من قانون 95/5. وأيضا في حالة اجتماع كل حصص في يد شريك واحد فإن الشركة تكون إذن في هذه الحالة معرضة للحل. لماذا؟ لاختلال ركن أساسي من أركانها. لكن هذا النوع من الحل بناء على حكم قضائي مشروط بعدم وجود إذن حلول أخرى يمكن اللجوء إليها لتفادي حل الشركة. وبهذا الخصوص أجاز الفصل 1061 قانون التزامات العقود إمكانية استمرار الشركة بشريك واحد، حيث نص على أنه إذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056-1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحق الاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بمال الشركة من أصول وخصومتها، نص الفصل 1061. وسبقا أشرنا إنما تكلمنا عن ركن التعدد في إطار الأركان الموضوعية الخاصة للشركة أن الشركة لا يمكن أن تستمر عند خروج أحد الشريكين وبقاء الشريك الآخر، لأن الأمر هنا يتعلق فقط بمقاولة فردية، لأن الشركة لا يمكن أن تستمر إلا بشريكين، وخاصة وأن المشرع في إطار الفصل 1061 يشير إلى في هذه الفقرة إلى مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بمال الشركة من أصول وخصوم، أي أن الشركة تحمل أصول وخصوم الشركة. ولا يمكن أن نقول أن الشركة تستمر في هذه الحالة رغم الخلاف الفقهي بهذا الخصوص، والذي هناك اتجاه فقهي كما سبق أشرنا يرى أن الشركة يمكن أن تستمر بشريك واحد، وهذا يخالف أحكام الفصل 982 من قانون التزامات العقود الذي يجعل إذن الشركة تنعقد بين شريكين أو أكثر. بالنسبة للشركات التجارية يختلف الوضع
لماذا؟ لأن المشرع فسح المجال لتدارك أسباب بطلان الشركة كما مر معنا، فالمادة 339 من قانون رقم 35/17 تنص على أن دعوى البطلان تسقط عندما يزول سببه لغاية يوم البت ابتداء في الموضوع، كما يمكن المحكمة المعروض عليها دعوى البطلان أن تحدد ولو تلقائيا أجل للتمكين من تدارك أسبابه، ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى، كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 340 من القانون السري في الذكر. إذن يتبين هذه المقتضيات أن حل الشركة في هذه الحالة يستوجب إذن صدور حكم قضائي في حالة عرض الأمر على المحكمة من قبل إذن كل ذي مصلحة، وذلك بل يتم إذن تدارك اختلال ركن التعدد إذن بانضمام شريك جديد إلى الشركة. إذن هنا الحل يمكن أن نتفاداه بطبيعة الحال بانضمام شريك جديد إلى الشركة، وهذا الأمر يخص فقط كما سبق نشرنا الشركة التي تتأسس بين شريكين، أما الشركة الأخرى التي تضم أكثر من شريكين فانسحاب أحد الشركاء أو إخراجه من الشركة لا يؤدي إلى حلها، فالشركة تستمر ما دامت أنها بين شريكين أو أكثر. أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فالمادة 48 من قانون رقم 96/5 تسمح باستمرارها في حالة امتلاك جميع الأنصبة من لدون شخص واحد، وبعبارة أخرى أن اجتماع كافة الأنصبة في يد شريك واحد لا يؤدي إلى حل الشركة، بل تستمر لمدة سنة من تاريخ وقوع جمع الأنصبة، وفي كافة الأحوال يمكن للمحكمة أن تمنح أجل 6 أشهر كحد أقصى لتسوية الوضعية، ولا تصرح بالحل إذا تم التسوية ولغاية يوم بت المحكمة ابتداء في الموضوع، وهذا ما أشرت إليه المادة 49 من نفس القانون. إذن كما تلاحظون خلال هذه الأحكام أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء لا يمكن أن تستمر بطبيعة الحال بشريك واحد، وإنما المشرع منحها أجل طبعا الحال لكي تقوم بتسوية وضعيتها، وإذا ما لم أو إذا تعذر على الشريك تسوية الوضعية أو تماطل في تسويتها فإن كل من له مصلحة في طلب حلها يمكن إذن أن يلجأ إلى القضاء لطلب حلها، وهذا ما أكدته أحكام المادة 48 من قانون رقم 96/5. هذا كل ما يخص الأسباب العامة لانقضاء الشركات، سواء تعلق الأمر بشركات المدنية أو شركات تجارية. سننتقل إلى الفئة الثانية من أسباب انقضاء الشركات، ويخص الأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص. سبقا أشرنا أن الأسباب العامة لانقضاء الشركات تنطبق على المنظومة القانونية للشركات سواء كانت مدنية أو تجارية، لكن هناك أسباب خاصة تنطبق على شركة الأشخاص وحدها لكونها تتلائم مع خصوصية هذا النوع من الشركات كشركة تقوم على الاعتبار الشخصي والعائلي لارتباط مصير الشركة بمصير الشركاء ووضعيتهم كحالة أو أهلية الشركاء أو كموت أو أحدهم أو فقدان أهليته أو الحجر عليه أو إفلاسه وتصفية أمواله أو إعساره أو انسحابه من الشركة. ولقد قامت المادة 18 من قانون رقم 96/5 بتحديد أسباب انقضاء شركة الأشخاص، وهي أسباب خاصة بالشركاء المتضامنين فقط في شركة تضامن والتوصية البسيطة، وعلقتها على عدم وجود شرط مخالف بالنظام الأساسي، وتنص المادة على ما يلي: تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء يموس أهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها بين الشركاء الباقين أو يقرر هؤلاء استمرارها بالإجماع. وتعتبر إذن أسباب انقضاء شركة الأشخاص المنصوص عليها إذن في الفصل 1051 من قانون التزامات والعقود والمادة 18 من قانون رقم 96/5 قد وردت على سبيل الحصر،
وليس على سبيل المثال، وتتمثل في هذه الأسباب على الشكل التالي. السبب الأول وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته أو الحجر عليه. فالفقرة الرابعة من الفصل 1051 من قانون التزامة العقود تنص على أن الشركة تنتهي رابعا بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحجر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة، بشرط أن يكون عدد الشركاء أكثر من 2، لأن الشركة تنحل بقوة القانون إذا كانت مكونة من شريك فقط وتوفي أحد الشريكين أو فقد أهليته أو تم الحجر عليه. وتنص المادة 17 من قانون رقم 96/5 على ما يلي: تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة الأحكام الآتية: إذا اشترط في حالة وفاة أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته أو فقط بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، وجب اتباع هذه الأحكام ما لم يقرر ليكون الوارد شريكا أن تقبله الشركة. وكذلك الشأن إذا شرط استمرار الشركة سواء مع زوج الهالك أو وارث أو أكثر من الورثة أو مع أي شخص آخر معين في النظام الأساسي أو بمقتضى وصية إذا كان هذا النظام يسمح بذلك. يتبين إذن من خلال هذه الأحكام أن شركة الأشخاص وخاصة شركة تضامن تنتهي أو تحل بوفاة أحد الشركاء، لكن هذا الحل بطبيعة الحال يمكن تفاديه. بمعنى لأن يجوز للشركاء أن يشترطوا في النظام الأساسي أن تستمر الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء، وهذا الاستمرار يمكن أن يكون مع ورثته أو أن يكون هذا الاستمرار بين الشركاء الباقين على قيد الحياة. ويمكن إرجاع ذلك إلى أن شخصية الشريك تكون محل اعتبار بالنسبة لباقي الشركاء في هذا النوع من الشركات التي تتكون في الغالب من عدد قليل من الشركاء تربط بهم روابط الدم أو القربة أو الصداقة أو الثقة المتبادلة. لذلك لا يمكن لورثة الشريك المتوفى أن يحلوا محله بعد وفاته، لأن صفاتهم ليست هي صفات مورثهم. ومع ذلك فإن هذه القاعدة لا تعتبر من النظام العام، حيث يجوز للشركاء مخالفتها عبر التنصيص إذن في العقد التأسيسي على إمكانية استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 3-4-5-6 من المادة 17 من قانون رقم 96/5، ولا بد من أن تتم الموافقة على هذا الاستمرار بإجماع الشركاء، وهذا ما جاء في المادة 9 من قانون رقم 96/5. يتبين هذه الأحكام إذن أن شركة تضامن تحل بوفاة أحد الشركاء، خاصة إذا كانت بين شريكين فقط، لكن إذا كانت بين أكثر من شريكين فإنه يجوز إذن للشركاء أن يستمر أو يجعلوا الشركة تستمر بينهم، خاصة إذا تضمن النظام الأساسي إذن شرطا يسمح بذلك. أما إذا لم يتضمن النظام الأساسي شرطا يجعل الشركة تستمر بين الشركاء الباقين في الشركة، إذن يمكن أن يجتمعوا إذن في جمعية عامة ويقرروا إذن بالإجماع بقاء الشركة، وهذا ما يمكن إذن أن نستخلصه إذن من المادة 9 من قانون 95/5. لكن ما هو الحل عندما يكون بطبيعة الحال الوارد أي وارد الشريك المتوفى ناقص الأهلية؟ بالرجوع إلى نص الفصل 1058 من قانون التزامة العقود نجد ينص على ما يلي: إذا وقع الاتفاق على أن الشركة عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر إذا كان الوارد ناقص الأهلية. وهذا حل منطقي اعتمده المشرع، لأنه لا يمكن للشركة أن تستمر عند موت أحد الشركاء مع أحد الورثة ناقص الأهلية.
وينص الفصل 1060 من قانون التزامات العقود على أنه في الحالة المذكورة في الفصل 1056 في جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحجر عليه أو إشارة إفلاسه أو لأن الورثة قاصرون، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل. إذن كما تلاحظون من خلال أحكام الفقرة الأولى من الفصل 1056 أن المشرع مكن الشركاء من تفادي حل الشركة، وذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء وأن يستصدروا حكم منه بإخراج الشريك الذي يتسبب في حل الشركة عندما يقع في إحدى الوضعيات المشار إليها في الفصل 1056 من قانون التزامات والعقود. كما تحل أيضا شركة تضامن بقوة القانون عند استمرارها مع ورثة قصر إذا لم تحول إلى شركة توصية داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة متى كان أحد الورثة قاصرا، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 17 التي جاء فيها يجب أن تحول الشركة في أجل سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية يصبح فيها القاصر موصيا، وإلا وجب حلها ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل. إذن كما يتضح لكم خلال أحكام الفقرة الأخيرة المادة 17 من قانون 95/5 أن شركة تضامن كما تعلمون وكما سوف نرى هي شركة تجارية ويكتسب فيها التاجر صفة التاجر ويتحمل المسؤولية الشخصية المطلقة والتضامنية مع باقي الشركاء عن أداء ديون الشركة. والحل الذي اعتمده المشرع بخصوص هذه الحالة وخاصة عندما يتوفى الشريك ويترك ورثة قصار، فإن الوارث القاصر أو الورثة القصار لا يمكنهم إذن أن يحلوا محل هذا المتوفى، أي أن يرثوا حقوقه في الشركة، أي أن يصبحوا شركاء، ما دامت أن المشرع يتطلب بالنسبة لشركة تضامن الأهلية المدنية والتجارية، وما دام أن هؤلاء قصار فإنهم لا يمكن أن يستمروا في الشركة. لذلك نصت الفقرة الأخيرة مادة 17 على أن شركة تضامن الذي يتوفى الشريك أحد شركائه ويترك وارث قاصر أو ورثة قصار فإنها ينبغي عليها أن تتحول داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية يصبح فيها القاصر بطبيعة الحال موصيا، وإلا وجب حلها ما لم يبلغ القاصر إذن عند انتهاء هذا الأجل أي أجل سنة أي بلغه، أي إذا بلغ سن الرشد في هذا الأجل أي بعد انتهاء سنة، إذن هنا لا يمكن الشركة أن تنحل في هذه الحالة. الحالة الثانية أو من حالات انحلال شركات الأشخاص نص عليها المشرع بطبيعة الحال في الفقرة الخامسة من الفصل 1051 التي جاءت على الشكل التالي: الشركة تنتهي خامسا بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا. وتنص الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 95/5 على أنه تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء يموس أهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها بين الشركاء الباقين أو يقرر هؤلاء استمرارها بالإجماع. انتهى نص الفقرة الأولى مادة 18. إذن هذه القاعدة التي وردت إذن في المادة 18 الفقرة الأولى هي لا يمكن أن نقول أنها من قواعد الأميرة، مادام أن المشرع أجاز للشركاء أن يقرروا استمرار الشركة بالإجماع طبع الحال من دون الشريك الذي تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مادة 18. وهذا يتطلب طبيعة الحال تعديل العقد التأسيسي للشركة
حتى يأتي منسجما إذن مع هذه الوضعية الجديدة التي آلت إليها الشركة، لأنهم الشركاء بطبيعة الحال يستطيعون أن يتفقوا عند تأسيس الشركة على استمرارها بين الباقين، أي بين الشركاء الباقين، في حالة تحقق إحدى الوقائع إذن المشار إليها في المادة 18 الفقرة الأولى. وهذا ما أكدته أيضا أحكام الفصل 1065 من قانون التزامات العقود التي سبقت الإشارة إليها، التي منحت الشركاء إذن استصدار قرار من المحكمة بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل. إذن هنا الشركة يمكن أن تستمر بدون إذن الشريك الذي يتسبب في الحل، أي الشريك الذي تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها إذن في الفقرة الأولى من المادة 18. ويترتب عن هذا استمرار الشركة إذن بعد إخراج الشريك الذي يتسبب في الحل ضرورة تحديد إذن قيمة الحقوق التي سترد للشريك الذي تم إخراجه من الشركة، وهذا التقييم أي تقييم حقوقه ينبغي أن يتم بناء على رأي خبير معين بأمر استعجالي من رئيس المحكمة، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن. هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون رقم 96/5. هذا يعني أن الشريك الذي يخرج من الشركة إذا سقط في إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة أولى مادة 18 ينبغي إذن أن تمنح له حقوقه في الشركة، وهذه الحقوق لا يمكن أن تمنح له إلا بعد أن يتم بطبيعة الحال تقييم حقوقه أو قيمة هذه الحقوق التي سوف ترد له عند انسحابه من الشركة. وهذا التقييم ينبغي أن يتم بناء على رأي خبير يعين بطبيعة الحال بأمر استعجالي من رئيس المحكمة، وهذا ما أكدته إذن أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون رقم 96/5. أما فيما يتعلق بالحالة الثالثة لانقضاء شركات الأشخاص فيمكن أن نستخلصها من الفقرة الأولى والثانية من المادة 14 من قانون رقم 96/5 المتعلقة بحالة عزل أحد المسيرين متى كان كل الشركاء مسيرين. وما جاء في هذه المادة 14 إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان كل مسير أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء. يترتب عن هذا العزل حل الشركة ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء، ويمكن للمسير المعزول آنذاك أن يقرر الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقه فيها، وتحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الأطراف أو إذا لم يتفقوا رئيس المحكمة بصفته قاضي المسجلات، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن. إذن انتهى أحكام الفقرة الأولى والثانية مادة 14 من قانون رقم 96/5. إذن فكما يتبين لكم أن عزل أحد المسيرين يمكن أن يؤدي إلى حل الشركة متى كان هذا المسير معينا من بين الشركاء، أو كان كل الشركاء مسيرين فهذا العزل بطبيعة الحال يجعل أو يمكن أن يجعل حدا لحياة الشركة، لكن هذا الحل ليس بطبيعة الحال يمكن تفاديه، لأن الفقرة الثانية من الفصل 14 تشير إلى إمكانية تضمن النظام الأساسي للشركة، إذن بندا يشير إلى إمكانية استمرارها، أو في حالة ما إذا لم يتضمن النظام الأساسي بندا يشير إلى هذه الإمكانية أن يقرر إذن باقي الشركاء الاجتماع لكي يقرروا مصير الشركة، ويمكن بطبيعة الحال أن يقرروا بإجماعهم الإبقاء على الشركة بعد خروج الشريك المعزول.
وهذا ما يمكن طبيعي الحال أن نستشفه من خلال أحكام الفقرة الثانية من المادة 14 التي تجيز إذن للمسيء المعزول إذن أن ينسحب وطبيعي الحال أن يطلب استرجاع حقوقه في الشركة، وأيضا يمكن تقييم هذه الحقوق على بناء على رأي خبير يتم تعيينه، وفي حالة ما إذا لم يتم الاتفاق بين الشركاء على هذا الخبير يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة بصفة قاضي المسجلات الذي يعين إذا خبيرا تناط به مهمة تقييم حقوق هذا الشريك المسيء المعزول لكي يسترجع حقوقه. إذا أيضا المشرع خول للشركاء إمكانية تضمين العقد التأسيسي للشركة أي سبب آخر لحلها، وهذا ما يمكن إذن أن نستنتجه من خلال الفقرة الثالثة من مادة 18 من ذات القانون التي جاء فيها تحل الشركة أيضا بالاندماج أو لأي سبب آخر ينص عليه النظام الأساسي. سننتقل إلى دراسة الفئة الثالثة المتعلقة بالأسباب الخاصة بانقضاء شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية محدودة. فكما تعلمون تصنف ضمن شركات الأموال شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة وشركة توصية بالأسهم. أما شركة ذات المسؤولية محدودة فهي نوع متميز يجمع بين خصائص شركة الأموال وشركة الأشخاص. بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم يلاحظ أنها تجمع بين خصائص شركة الأشخاص وخصائص شركة الأموال، الأمر الذي يجعل هذه الشركة تنحل بالأسباب الخاصة بشركة التضامن وأيضا بالأسباب الخاصة بانحلال شركة المساهمة. فيما يتعلق بأسباب انحلال خاصة بشركة المساهمة، فبالرجوع إلى المادة 356 من قانون رقم 95/17 نجدها تنص على ما يلي: يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية، وتبت هذه الجمعية في قرار الحل بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين. إذن فيما يتعلق بأسباب انحلال شركة المساهمة، فكما يتضح أن هذا الحل الذي يتم بقرار للجمعية العامة غير العادية هو حل قبل الأوان، وهذا ما يمكن أن نستشفه إذن من نص المادة 356 التي تشير إلى أن حل الشركة يتم قبل الأوان أي قبل حلول الأجل المحدد لها في النظام الأساسي للشركة. لكن هذا الحل لا يمكن تقريره إلا إذا اجتمع المساهمون في جمعية العامة غير العادية بطبيعة الحال، لأن الأمر يتعلق هنا بتعديل النظام الأساسي، لهذا فإن الحل تبت فيه الجمعية العامة غير العادية بواسطة قرار يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 110 من نفس القانون. وتنص المادة 358 من القانون رقم 95/17 على أن إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة. فإذا من خلال هذه الأحكام فيمكن للمحكمة بطبيعة الحال أن تمنح للشركة أجل أقصى بطبيعة الحال سنة لكي يتم أو تمنح هذه أو يمنح هذا الأجل للمساهمين ليقرروا فيما إذا كانت هناك إمكانية لتسوية وضعية الشركة
فيما إذا قرره إذن تلافي حله. وبخصوص حل الشركة أي شركة المساهمة نتيجة خسارات تقل عن ربع رأس مالها، نصت المادة 357 من قانون رقم 95/17 على أنه إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأس مالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية داخل 3 أشهر موالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان. هذا ما يتعلق إذن بوضعية شركة المساهمة التي يتبين من خلال إذن قوائمها التركيبية أنها مليت بخسارة، والخسارة تقل كما تشير الفقرة الأولى من مادة 357، هذه الخسارة تقل عن ربع رأس مال الشركة. وإذا ما يتم أو تتم ملاحظة هذه الخسارة من طرف جهاز التسيير، طبيعة الحال يتعين على هذا الجهاز أن يوجه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية، لأن الأمر ما يخص تعديل النظام الأساسي، وذلك حتى يتم اتخاذ القرار الملائم، أي ما إذا كانت الشركة سوف تتجه إلى حل أو إلى فرضية حل الشركة قبل أوانها. الفقرة الثانية من المادة 357 تنص على ما يلي: لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة تكون هذه الأخيرة ملزمة في أجل أقصاه نهاية السنة الثانية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر مع مراعاة أحكام المادة 360 بتخفيض رأس مالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي، وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس مال الذاتي لما يقل عن ربع رأس مال الشركة. إذن من خلال هذه الأحكام يتبين المشرع يشير إلى الفرضية التي إما أن الشركة لم تنعقد جمعيتها العامة غير العادية للبت في مسألة الحل كما تشير إلى ذلك الفقرة الأولى من مادة 357، أو أن الجمعية العامة غير العادية للشركة انعقدت إلا أنها لم تتخذ قرار الحل. إذن في هذه الفرضية المشرع يشير إلى أن الشركة تكون هنا ملزمة في أجل حدده المشرع، وهو أجل أقصى ونهاية السنة الثانية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر بتخفيض رأس مالها، أي أن الشركة تكون هنا ملزمة كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من مادة 357 بتخفيض رأس مالها، وهذا التخفيض حدده المشرع بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعه من احتياطي. هذا فيما لو افترضنا أن الشركة لم تتمكن خلال الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 357 من إعادة تكوين رأس مالها الذاتي بلا ما يقل عن ربع رأس مال الشركة. وتشير الفقرة الثانية من مادة 357 إلى الفرضية التي تمنى فيها الشركة بخسارة وينخفض رأس مالها عن الحد الأدنى القانوني المحدد في المادة 6 من قانون رقم 95/17. وبعبارة أخرى أن تخفيض رأس مال الشركة ينبغي أن يراعي أحكام المادة 360 من نفس القانون، وبالرجوع إلى هذه المادة نجد وتنص على ما يلي: يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس مال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر
داخل نفس الأجل. وفي حالة عدم التحويل يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء، وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذار بتسوية الوضعية لممثلي الشركة. الفقرة الثانية تنص على مالية تسقط الدعوة بزوال أسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع، انتهى نص المادة 360. إذن بالرجوع إلى هذه المادة يتضح أن الفرضية التي يشير إليها وهي الحالة التي ينخفض فيها مبلغ رأس مال الشركة نتيجة خسارة لاحقت الشركة، ينخفض هذا المبلغ يعني الحد الأدنى القانوني المشير إليه في المادة 6، أي إذا تعلق الأمر بشركة مغلقة، أي شركة مساهمة مغلقة التي حدد الحد الأدنى القانوني لمبلغ رأس مالها المتمثل في 300 ألف درهم. وأيضا بالنسبة لشركة المساهمة المفتوحة للجمهور حدد المشرع الحد الأدنى لمبلغ رأس مالها في 3 ملايين ديال الدرهم. إذن كذا إذا اتخذ المساهمون في جمعيتهم العامة غير العادية قرارا بتخفيض مبلغ رأس مالها إلى الحد الذي وصل إليه نتيجة خسارة التي منيت بها الشركة، فإنهم يكونون ملزمين إذن بداخل أجل السنة كما تشير إلى ذلك المادة 360 بالزيادة في رأس مالها حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، أي الحد الأدنى القانوني المسموح به سواء بالنسبة لشركة المساهمة المغلقة والمحددة في 300 ألف درهم أو بالنسبة لشركة المفتوحة للجمهور في 3 مليون ديال الدرهم. أما إذا لم يتخذوا هذا القرار فيكون إذن هنا المساهمون ملزمون إذن باتخاذ قرار بتحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل، أي داخل أجل سنة، لأن هنا تكون أو يكون أحد الشروط الأساسية المتعلقة بتأسيسها هنا منتفي، أي الحد الأدنى لمبلغ رأس مالها، وهنا تكون الشركة إذن ملزمة بإما بإعادة تكوينه حتى يصل إلى الحد الأدنى القانوني المحدد في المادة 6، أو أن يتخذوا قرارا آخر يتمثل في تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل، أي داخل أجل سنة. وفيما لو افترضنا أن الشركة لم تلجأ إلى تصحيح هذه الوضعية سواء طبيعة الحال بإعادة تكوين رأس مال الشركة أو عدم تحويلها إلى شكل آخر، فهنا المشرع طبعا الحال منح لكل ذي مصلحة سواء تعلق الأمر بأحد المساهمين أو أحد من الأغيار أو الدائنين أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحل الشركة، وذلك بعد شهرين من توجيه إنذار إلى جهة السوير بتسوية الوضعية كما تشير إلى ذلك المادة 360 في فقرتها الأولى. إذن كما تلاحظون فالمشرع هنا يعالج إحدى الفرضيات المتعلقة بحل الشركة نتيجة انخفاض رأس مالها عن الحد الأدنى القانوني المحدد في المادة 6 من القانون رقم 95/17. أما فيما يتعلق بالأسباب الخاصة بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبالرجوع إلى القانون رقم 96/5 نجد نص على أسباب خاصة بانقضاء هذا النوع من الشركات تتحدد في وفاة أحد الشركاء أو في حالة ما إذا أصبحت وضعيتها الصافية تقل عن ربع رأس مالها أو في حالة ما إذا تجاوز عدد الشركاء فيها 50 شركا، إلا أن هذه الأسباب قد تختلف بطبيعة الحال بحسب طبيعة هذه الشركة، أي بحسب إذا كانت شركة ذات المسؤولية محدودة متعددة الشركاء أو شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد. فيما يتعلق بأسباب حل الشركة ذات المسؤولية محدودة متعددة الشركاء وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 85 من القانون رقم 96/5 نجد تنص على إمكانية حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
بوفاة أحد الشركاء إذا تم الاتفاق على ذلك في النظام الأساسي، وبتعبير هذه الفقرة نجد تنص على مهري. كما لا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. إذا نلاحظ من خلال هذه الفقرة أن المشرع ينص على إمكانية تلافي حل الشركة في حالة ما إذا ورد أو تم تضمين النظام الأساسي يقضي إذن ببقائها بوفاة أحد الشركاء. ويلاحظ من خلال هذه المقتضيات أن هذا السبب لانقضاء هذا النوع من الشركات هو اتفاقي وليس سببا قانونيا. كما يتم أيضا حل شركة ذات المسؤولية المحدودة أيضا إذا تجاوز عدد الشركاء فيها 50 شركا، وهذا ما تؤكده المادة 47 التي تنص على أنه لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50 شركا، وإذا اشتملت الشركة على أكثر من 50 شركا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين، وإلا تم حلها ما لم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل إلى الحد المسموح به قانونا. ويتبين هذه المقتضيات أن الشركاء يكونون أمام خيارين. الخيار الأول هو اللجوء إلى تحويل الشركة أي شركة المسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين تبدأ من تاريخ تجاوز العدد أي تجاوز العدد المسموح به هو أكثر من 50 شركا. الخيار الثاني هو أن يقوموا بتخفيض عدد الشركاء في نفس الأجل إلى الحد المسموح به قانون هو 50 شركا. هناك أيضا فرضية أخرى يمكن أن يتم فيها حل الشركة إذا تبين من خلال إذن القوائم التركيبية أن وضعيتها الصافية تقل عن ربع رأس مالها من جراء خسائر إذا نثبت في هذه القوائم، حيث يتعين على الشركاء في هذه الحالة أن يجتمعوا في جمعية عامة غير عادية ليقرروا ما إذا كانوا يفضلون الإبقاء على الشركة، وذلك من خلال إعادة تكوين رأس مالها إلى أن يصل هذا مبلغ رأس مال إلى الحد المحدد في النظام الأساسي للشركة، أو أن يفضل على ذلك قرار حلها، وينبغي أن يصدر هذا القرار بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي في هذه الحالة. وتنص الفقرة الثانية مادة 86 من قانون 95-5 على أنه إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة تكون هذه الأخيرة ملزمة في أجل أقصى نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر بتخفيض رأس مالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من احتياطي، وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس مالها الذاتي بما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة. إذن فهنا ففيما لو افترضنا أن الشركاء لم يتخذوا قرارا لحل الشركة، فالشركة إذن تكون في هذه الحالة ملزمة في أجل حدده المشرع وأجل أقصى هو نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر بتخفيض رأس مالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياط، وذلك فيما لو افترضنا أن الشركة لم تتمكن خلال نفس الأجل المحدد من إعادة تكوين رأس مالها الذاتي بما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة. هذا كل ما يتعلق إذن أسباب حل شركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء. أما فيما يتعلق بأسباب حل شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، فهذا النوع من الشركات لا يخضع لأسباب الحل المرتبطة بركن تعدد الشركاء كامتلاك سائر الأنصبة من قبل شريك واحد، وأيضا لا يمكن حل هذه الشركة نتيجة الخلافات الخطيرة بين الشركاء، وأيضا لا يمكن تطبيق أيضا الحل الاتفاقي لحل الشركة في هذه الحالة أو انسحاب أحد الشركاء،
وغيرها من الحالات التي تجد مصدرها في مركز تعدد الشركاء، باستثناء هذه الحالات تنحل الشركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد بجميع الأسباب العامة التي تنحل بها باقي الشركات.